سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طيبتم وطابت أوقاتكم من تلفزيون جوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الفاصلة لهذا المساء وكالمعتاد نستهل النشرة ببسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العناوين رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع سكني جديد لبناء 500 وحدة سكنية. وفد من الحكومة اليمنية يشارك في مفاوضات السلام في السويد. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. قام فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي صباح اليوم الأربعاء بوضع حجر الأساس لمشروع بناء المرحلة الأولى المكونة من 500 وحدة سكنية من مشروع مكون لبناء 1000 وحدة سكنية وذلك في حي كيلو 13 بضاحية بلبلة، وذلك بحضور سيدة جوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جوتي السيدة خضراء محمود حيدة. قال عينيك ويوك وبحي ما القار لك بكبيو والدانيكو قرقو قريكو لما هدي ويي والدانيكو قرقو قريكو لما هدي ويي وكان في استقبال رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي لدى وصوله إلى موقع بناء هذه الوحدات السكنية دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ومعالي وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد موسى محمد أحمد وأمينة الدولة المكلفة بالإسكان السيد أمينة عبد آدم، وكانت برفقة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي عاقلته سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيدة. وشارك في هذه المناسبة العديد من أعضاء الحكومة ومسؤولون من دائرة وزارة الإسكان إضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى. هذا وحظي فخامة رئيس الجمهورية باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل الجمهور القاطن في هذا الحي. هذا ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز برنامج توفير السكن والذي تشرف عليه مؤسسة رئيس اسماعيل مرجلي للسكن مؤسسة الحق في السكن، وإن هذا المشروع الإسكاني الذي تم وضع حجر الأساس يشكل إضافة هامة وإنجاز جديد حققته مؤسسة الحق في السكن. وتسعى الوزارة بإنجاز عبر صندوق الإسكاني إلى إنجاز المرحلة الأولى التي تتكون من 500 وحدة سكنية من المشروع المكون من بناء 1000 وحدة سكنية وذلك بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة بناء المساكن الاجتماعية التي تندرج ضمن المشاريع السكنية التي تقوم بها مؤسسة الحق في السكن، وأيضا المشاركة الفنية والمالية للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقدر هذا المشروع بأكثر من 3 مليارات ونصف مليون فرنك جيبوتي. وفي كلمة لها عبرت أمينة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة أمينة عبد آدم عن سعادتها للمشاركة في هذه المناسبة، فلنتابع. C'est un très grand honneur et un immense plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de lancement des travaux de construction de 500 nouveaux logements sur ce site de PK13. إنه لشرف عظيم أن أشارك في هذا الحفل إطلاق 500 منزل جديد في موقع نقطة كيلو 13. في السنوات الأخيرة أصبحت قضية الإسكان في قلب السياسات العامة في بلادنا، وهذا مناسب لمواجهة أزمة السكن، فإن الوصول إلى السكن لائق لكل أسرة جيبوتية من اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، وإن تحقيق هذا الهدف يتمثل الإسراع في توفير السكن الاجتماعي بحيث يمكن لكل مواطن في جيبوتي الحصول على سكن ملائم وتلبية هذه الاحتياجات. إن سياساتنا الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى
مضاعفة مشاريع بناء المساكن الاجتماعية، وتساعد برامج الإسكان الجميع على بناء مستقبلهم وخلق بيئة معيشية مناسبة. كما أشار الوزير، عندما يتعلق الأمر بإنتاج مساكن جديدة فإن هدف الحكومة وطموحها ورغبتها تنفيذ جميع التسهيلات اللازمة للمجتمع الجيبوتي، ونحن على أتم الاستعداد. وفي كلمة لمعالي وزير الإسكان والتعمير والبياسد موسى محمد أحمد في هذه المناسبة، قدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لرعايته حفل وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية. فلنتابع. في البداية نرحب ونشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لحضوره معنا في هذه المناسبة لوضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية في نقطة كيلو 13. واسمحوا لي بهذه المناسبة التي تأتي في إطار سياسة الحكومة للتنمية لعام 2018 وبمبادرة فخامة رئيس الجمهورية في كل عام لتوفير السكن الملائم على مستوى التراب الوطني، إن إطلاق مختلف المشاريع لمؤسساتنا العامة تهدف لتلبية احتياجات السكن الملائم وأيضا لتنويع المساكن الملائمة للجيبوتيين. وأضاف الوزير موسى محمد أحمد أن هذه المناسبة تأتي في إطار تحقيق وتوفير الحلول المناسبة للسكن للأهالي البسطاء، إن بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية والتي يمولها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سوف تسهم في الحصول على مسكن وتخفيض العجز السكني، وإن تحقيق بناء هذه الوحدات السكنية الاجتماعية المتطورة تهدف إلى تحقيق رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي للحصول على حق السكن. وسيتم تحقيق بناء السكن المساكن الاجتماعية بالاشتراف من قبل وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي وبدعم تقني من قبل إدارة التخطيط الحضري للسكان، إن تنفيذ مختلف المشاريع السكنية تأتي في إطار رغبة الحكومة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي من أجل توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع الجيبوتي. بدوره ألقى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي كلمة عبر في مستهلها عن ارتياحه وسعادته لوضع حجر الأساس لهذه الوحدات السكنية التي تصل إلى 500 وحدة سكنية. فلنتابع. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, c'est toujours une satisfaction de venir sur le terrain et de voir des projets aussi importants prendre forme. من الدواعي والسرور والقبطة أن نرى مثل هذا المشاريع المهمة التي تضم مئات من الوحدات السكنية على أرض الواقع وفي تناول العائلات البسيطة وذوي دخل المحدود في السنوات القادمة. ويندرج الإسكان في إدارة الحقوق الأساسية مثل التوظيف والصحة. سيداتي سادتي، أن مسألة السكن تعد من التحديات التي يواجهها المواطنون من حيث تكلفة، كما تعتبر أيضا شرطا أساسيا لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو حق من حقوق المواطنين حيث يجب أن يحصل على كل المواطن على مساكن قليلة التكلفة على حسب دخلهم. سيداتي سادتي، يؤدي النقص في المجال الحصول على المساكن في البلاد إلى عدم المساواة في الأوساط المجتمع، وأن شريحة الشباب والأسر البسيطة هم أكثر من يعانون من أزمة العقارات وارتفاع سعر الأرض الذي أصبح باهتا. لذلك فإن الحل أزمة السكن ضروري جدا في الاقتصاد وفي جانب الاجتماعي على حد سواء، إنها أولوية القصوى للحكومة الجيبوتي.
ونوه فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقلي بأهمية مواجهة التحديات التي تتعلق بمجال القطاع العقاري، مضيفا في الوقت ذاته إلى أنه يجب على الحكومة أن تواصل بذل جهودها لتحقيق نتائج أفضل بكثير. فلنتابع. Devant l'inflation et les tensions qui agitent le secteur de l'immobilier, nous n'avons de choix que celui de construire encore et toujours. في مواجهة هذه التحديات التي تتعلق بمجال القطاع العقاري، ليس لدينا خيار سوى البناء. لذلك يجب أن نواصل بذل جهودنا للتحقيق النتائج الأفضل بتثير في هذا المجال. يجب العمل على جميع الجهات المعنية التي تعنى بهذا الشأن لتوفير الأراضي وتخفيف الإجراءات البناء والحصول على تمويل لازم من خلال تخفيض الأسعار الفائدة للمشترين. سيداتي سادتي، أيضا العمل على تشجيع المستثمرين في قطاعين العام والخاص يعتبر شيء مهم جدا. هذا وأن هذه هي الجميع العوامل التي يجب علينا العمل للتوفير السكن للمواطنين الذي أهم في حاجة المليحة لهذه المشاريع. إنني أدعو أصحاب العقارات الذين يمتلكون المنازل التعاطف مع مستأجريهم المتواضعين الذين ينفقون في بعض الأحيان أكثر من نصف دخلهم على سكن في مناسل بسيطة جدا. سيداتي سادتي، أن البناء المساكن هو بناء المستقبل لهذا البلد والحفاظ عليه مع مزيد من التفاؤل والحماس. من ناحية أخرى، أشار فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل إلى أن الأهمية التي يكتسيها موضوع توفير السكن للمواطنين جعلت الحكومة تولي اهتماما كبيرة في هذا المجال. فلنتابع. ودور مروحان هل كان قصر نغني وحن قصر نغني نعني وحويا حنون نهيستوي. إن الأهمية التي يكتسيها الموضوع توفير السكن للمواطنين جعلت حكومة تولي اهتماما كبيرا في هذا المجال، ونسعى دائما لتوفير سكن ملائم للمواطنين والأسر البسيطة، وذلك لتلبية الطموحات المتعلقة في المجال السكن ورفع المعاناة هذه الأسر. وقيل أن التأهب الجيد واستعداد قبل الزواج معنى ذلك أن يتم تجهيز قبل الزواج اقتصاديا وماديا وسكنيا، ونحن إذ نبذل هذا الجهود الحالي في أجل توفير السكن للمجتمع نسعى أن يتمتع كل المواطن سكنا خاصا له ويمتلكه، مع أن يشتري دفعة، إما أن يشتري دفعة واحدة أو على المراحل حسب استطاعته. يتحتم علينا أن يجد المواطنون مأوى مناسبة لهم. هذا وقد جعلنا شعار هذا العام، أي عام 2018، في بدايته عام السكن الملائم وتنفيذ المشاريع السكنية، وقد راعينا الظروف كافة الشرائح المجتمع حيث تلائم هذا الوحدات السكنية بدخل الشرائح المجتمع. هذا وتصل هذه الوحدات السكنية التي نضع حجر أساسها اليوم إلى 500 وحدة سكنية، وقد بادرنا سابقا 540 وحدة سكنية أخرى قريبة منها. وهكذا ستستمر المشاريع السكنية، ونشكر في هذه المناسبة القطاع الخاص لمشاركته معنا ودعمه المتواصل في تنفيذ هذه المشاريع السكنية والمواكبة سياساتنا المتعلقة بتوفير سكن في البلاد. وأخيرا، نحن نوفر لهذه المؤسسات الخاصة كافة الإجراءات التي يحتاجون إليها بغية تنفيذ مشاريعهم بظروف مواتية، لأنهم هم المعنيون بهذه المشاريع الوطنية.
وفي مقابلة أجراه التلفزيون الوطني أشار رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلة أن الحاجة إلى السكن الملائم لا تنتهي أبدا لأنها تحتاج إلى بذل جهود دائمة ومتواصلة لتلبيتها، وإن هذه المشاريع ستستمر فترة وسنوات ولا تنتهي بين عشية وضحاها، لذلك تتطلب علينا تتطلب بتجهيز جميع الإجراءات لإنجازها في الوقت المحدد، كما ينبغي أن يشارك القطاع الخاص ورجال الأعمال في مثل هذه المشاريع مع الحكومة بغية إنجاحها ودفعها إلى الأمام. استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجلي صباح اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي المدير العام لمجمعة أوكسفورد للأعمال، الشركة الدولية الرائدة في مجالات النشر والأبحاث والاستشارات في مجال الاقتصاد. وخلال هذا اللقاء قدمت المجمعة تقريرها الثاني عن الإنجازات والأعمال الاقتصادية في جيبوتي، وتجدر الإشارة إلى أن أول تقرير لمجمعة أوكسفورد التجاري عن جيبوتي تم إنتاجه قبل عامين أي في عام 2016. كما تطرق رئيس الجمهورية مع مجموعة أوكسفورد الطرق والوسائل الكفيلة لتعزيز التعاون بشكل كبير بين المجموعة والحكومة، وقدم شكره للمجموعة لهذا العمل النبيل وهذه الإنجازات الكبيرة لهذا التقرير الذي يتناول حول اقتصاد بلادنا جمهورية جيبوتي. وفي مداخلة له أشار المدير التنفيذي لمجموعة أوكسفورد للأعمال إلى أنه قدم لرئيس الجمهورية تقريرا عن التقدم الذي أحرزته جمهورية جيبوتي من حيث القدرة لتلبية كافة المتطلبات للممارسة التجارية والأعمال المثلى، وقال إن جمهورية جيبوتي تتمتع بميزة كونها دولة مستقرة آمنة للاستثمار، حيث تشهد تطورا سريعا ويؤهلها أن تكون مركزا تجاريا ناجحا للغاية في مجالات عدة مثل الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجلي مجموعة من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض الدولي بجيبوتي الذي انطلقت أعماله الاثنين الماضي، وقدم الوفد إلى رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة السيد حسن محمد إبراهيم، ورئيس غرفة التجارة بجيبوتي السيد يوسف موسى الدوالي. هذا ورحب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي في مساهل اللقاء برؤساء الوفود وشكرهم على المشاركة في المعرض الدولي التجاري بجيبوتي في طبعته الثانية. بدورهم أكد رؤساء الوفود خلال اللقاء على الأهمية التي يكتسيها المعرض الذي يقام للعام الثاني على التوالي لتعزيز موقع جمهورية جيبوتي الاستراتيجي ومساعيها الرامية لأن تكون منصة لوجستية وقارية. وخلال هذا اللقاء قدمت المجموعة تقريرها الثاني عن الإنجازات والأعمال الاقتصادية التي تتعلق بجيبوتي، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قدمت أول تقريرها أن مجموعة أوكسفورد قدمت تقريرها الأول في عام 2016. وشارك في هذا اللقاء رئيس غرفة التجارة بجيبوتي السيد يوسف موسى الدوالي. وعقب هذا اللقاء أعرب ممثلو الوفود والشركات المشاركة في المعرض عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته لمناسبة إطلاق المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية ودولية. فلنتابع. في الواقع أنه الزيارة الجيبوتي كانت زيارة موفقة، هي كان لحضور افتتاح معرض جيبوتي الدولي، والذي فوجئنا بأنه معرض كبير ومنتجاته متنوعة ويوجد به
بلدان متعددة وشركات متعددة من بلدان متعددة مشاركة في هذا المعرض الذي ننتوي بإذن الله المشاركة فيه في المستقبل. من جهة أخرى الوفد كان موجود في جيبوتي من أجل الحصول على القانون الاستثمار بغرض الاستثمار في جيبوتي سواء استثمار تجاري أو استثمار في مجال الصناعة. من جانبه أعرب رئيس غرفة التجارة بجيبوتي عن آمله في أن يتوسع المعرض التجاري الدولي ليستقطب المزيد من الشركات الإقليمية والدولية في الأعوام القادمة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز موقع بلادنا الاستراتيجي. وقال رئيس غرفة التجارة جيبوتي أن الرئيس استقبل رؤساء الوفود المشاركة في المعرض، وأشكر الرئيس على الدعم والمساندة للمعرض وجهوده لتعزيز العلاقات التي تربط بلادنا والبلدان الأخرى، وتعكس هذه الخطوة بتشجيع الرئيس لكافة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب. استقبل رئيس غرفة التجارة بجيبوتي السيد يوسف موسى الدوالي صباح أمس في مكتبه مساعد مدير المنظمة الدولية للتجارة السيد ألان وولف، وحضرت هذا اللقاء سفيرة جيبوتي في سويسرا السيدة خضر أحمد حسن. وخلال هذا اللقاء تطرق الجانبان حول طرق وسبل توطيد العلاقات القائمة بين منظمة التجارة الدولية وجمهورية جيبوتي. عقب وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب رئيس الوزراء يوقع على سجل التعازي، وفي عقب وفاة الرئيس السابق جورج بوش الأب توجه رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد إلى السفارة الأمريكية في جيبوتي لتقديم التعازي للسفير الأمريكي السيد اللاري والتوقيع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الأمريكي 41 في يوم الجمعة 30 من نوفمبر عن عمر يناهز 94 عاما. استقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد السفير الإثيوبي في جيبوتي وذلك في زيارة وداع. هذا وأشاد رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد بالجهود التي قام بها سفير الإثيوبي في جيبوتي طيلة إقامته في جيبوتي، كما قدم شكره وامتنانه لهذه الزيارة التي تعتبر زيارة وداع. استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف في مكتبه صباح اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإفريقية السيد تيبور ناجي، وتمحورت المحادثات بين الجانبين حول العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها إلى آفاق أرحب وأوسع. وحضر هذا اللقاء سفير الأمريكي المعتمد لدى بلادنا. والجدير بالذكر أن مكتب الشؤون الإفريقية لوزارة الخارجية الأمريكي تقوم بتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودعم النمو الاقتصادي وتنمية إفريقيا وتعزيز السلم والأمن إضافة إلى ترقية الفرص الاستثمارية والتنمية. على رأس وفد رفيع يتواجد معالي وزير النقل والتجهيزات السيد محمد عبد القادر في روما للقيام بمهمة فنية ومشاركة مناسبة حول تعزيز نظام الرادار المدني المخصص في مطار جيبوتي الدولي. وقد رافق الوزير المدير العام لمطار جيبوتي الدولي السيد محمد يوسف الشرماركة والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الدكتورة كلثومة علي أحمد، ونظمت هذه المناسبة من قبل شركة لوناردو وهي شركة مشهورة بأمنها ونظامها التكنولوجي في مجال الطيران المدني والعسكري وتقنيات أمن البيانات. في إطار جولة مبعوث صندوق النقد الدولي في مختلف مؤسسات البلاد، استقبل وسيد الجمهورية دكتور قاسم إسحاق عثمان صباح أمس المستشار الرئيسي لدى الدائرة القضائية لصندوق النقد الدولي السيد شادي الخويري. هذا وجرى اللقاء بحضور مساعدي وسيد الجمهورية من بينهم السيد دعالي عبد القادر دعالي والسيدة هيبو أحمد آدم والسيدة إفراح آدم حسن والسيدة زهرة محمد بقرة. وتندرج زيارة المستشار الرئيسي لدى الدائرة القضائية لصندوق النقد الدولي سيد الشادي خويري في إطار مكافحة الفساد وتعزيز قدرات هيئات المراقبة للحكم الرشيد. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة أنشأت بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي منذ توليه سدة الحكم في البلاد. استقبل رئيس هيئة الأركان الدك الوطني عقيد زكريا حسن آدم يوم أمس في مركز تدريب الشيخ موسى العميد فيليب جيشار قائد الدرك الوطني الجوي الفرنسي.
هذا ويقوم الأخير بزيارة تفقدية لمفرزة درك الجوي في القاعدة الجوية الفرنسية. وفي إطار زيارته إلى جيبوتي انتهز العميد فيليب بهذه المناسبة للقاء العقيد زكريا حسن آدم، حيث تربط الجانبين الدرك الوطني والفرنسي علاقات متميزة منذ أمد طويل. وخلال زيارته لمعسكر التدريب في شخموصة، تمكن العميد الفرنسي من زيارة مختلف المواقع في هذا المركز، لا سيما موقع الرماية الذي يستقبل يوميا وحدات جيبوتية وأجنبية. كما زار العميد الفرنسي قاعة المؤتمرات التي يمكن أن تستوعب أكثر من 500 شخص ومتدرب، كما تلقى معلومات حول الجهود التي تقوم بها عناصر الدرك الوطني في إطار مراقبة الأمن في الوطن. هذا وقدم رئيس هيئة أركان الدرك الوطني عقيد زكريا حسن آدم شكره ل العميد فيليب قائد درك الجوي الفرنسي بهذه الزيارة التي قام بها إلى مركز التدريب لعناصر درك الوطني شخموصة. وفي الختام، تم تبادل الهدايا بين من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية. بعد 28 عاما، واشنطن تعيد وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال. أعادت الولايات المتحدة وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال بعد نحو 28 عاما على إغلاق سفارتها في مقديشو يناير عام 1991 حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي إن هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأمريكي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفيدرالية الصومالية عام 2013. وفد الحكومة اليمنية إلى السويد للمشاركة في المحادثات. غادر وفد الحكومة اليمنية صباح الأربعاء الرياض متوجها إلى السويد، حيث سيشارك في محادثات السلام مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة. ويأتي خروج الوفد الحكومي بعد يوم من مغادرة وفد الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء إلى السويد برفقة المبعوث الأممي مارتن غريفيث. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.